إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها في إقليم الاختصاص، وأثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية بخدمة مشتركة تنفيذا لمختلف مخططات العمل المبرمجة، وبالتنسيق مع زملائنا من الفرقة المتعددة المهام جمارك بستيل، وأثناء تنفيذ خدمة سد في إطار شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 48 بين ولايتي الواد والمغير. تم توقيف مركبة نفعية نوع تويوتا هيليوكس قادمة من مدينة الواد باتجاه إحدى الولايات الشمالية. بعد تفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا تم العثور على 96150 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغرام مخبأة داخل الصندوق الخلفي للمركبة. على الفور تم إيقاف المشتبه فيه واقتياده رقبة المركبة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية لمواصلة التحقيق. عملية استغلال الشخص الموقوف وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات تم توقيف شخص آخر شريك في القضية. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية فتحت تحقيق في هذا الشأن. فور الانتهاء من إنجاز الملف القضائي للقضية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. تكرس هذه العملية المحققة تنسيق العمليات المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة التهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وما من شأنه المساس بصحة المواطن وكافة أشكال التهريب والتجارة الغير مشروعة.